بمشاركة 75 متسابقة من 6 مدارس بمدينة بني وليد، اختتمت بمدرسة سناء محد للثانوية فعاليات مسابقة حصاد الحافظين لحفظ وتجويد القرآن الكريم. اليوم اختتمنا المسابقة القرآنية في أجزائها الثلاث. طبعا كان الجزء الأول حفظ ربع القرآن الكريم، والجزء الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والجزء الثالث حفظ ثلاث الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم. طبعا لاحظنا المشاركة الكبيرة من المدارس الثانوية داخل مدينة بني وليد، طبعا كانت خاصة بالبنات. لاحظنا يعني في 75 متسابقة داخل هذه المسابقة. طبعا كانت اللجنة المشرفة على التقييم من مكتب أوقاف بني وليد، طبعا مدرسات فاضلات حافظات لكتاب الله قاموا بتقييم هذه المسابقة. الفعاليات تخللها حفل حضره المجلس البلدي بني وليد ومراقب قطاع التعليم بالمدينة وجمع من الأعيان والمشائخ وأولياء أمور المتسابقات والضيوف. الاسم ريتاج علي عبد الله الخازمي، مشاركة في مسابقة سناء محايدة للقرآن الكريم على مستوى ثانويات بني وليد. تحصلت على الترتيب الثالث في جانب النص القرآن الكريم. نشكر هذه المدرسة القائمة ولكل من ساهم في إنجاز هذه المسابقة. وفي ختام المسابقة التي جاءت برعاية منظمة وادي دينار للأعمال الخيرية، وزعت شهادات التقدير والجوائز العينية على المراتب الأولى في الجوانب الثلاثة من المسابقة.